في عصور ما قبل التاريخ، حذر أسلافنا القدماء من خلال الرسوم الأحفورية تمارس الاستغلال والصرصر والفري، ورمزوا لها بـ SRS. يعتبر مخلوق SRS شخصية منبوذة في مجتمعنا اليوم، فهو يعتقد أن ما يسمى بالتشينكيش هي الطريقة الصحيحة للعيش. وبما أنه بارد وصحيح الوجه، فهو يبين لضحاياه أنه مشغول دائماً وذات نفوذ وعلاقات لتخدير الضحية. بدون حشم ولا جعرة، طلب مني الدخان وثم جغم من قهوتي وسرق ولاعتي الثمينة. يا له من استغلالي بارد. يتمتع مخلوق SRS ببرودة دم عالية، وله القدرة على إقناعك مهما حاولت العناد، فهو يتصرصر على أي شخص حتى لو لم يراه في حياته. هذا الأبله الاستغلالي قص أمامي دون أن يخاف أن أخبطه. قلت له لدي موعد، ارخي الأول أرجوك، ولكنه سكر دماغه وزبكني في توصيله في النهاية. لم يجد صعوبة في إقناعه والفري عليه، وأوصله إلى حيث أراد. الحياة تريد هكذا يا برادر. الفري والتشينكيش هي لغة العصر لكي نعيش. يجب أن تتصرصر وتجعل وجهك مثل الكومباسات لكي تعيش يا حبيبي. بوصوله إلى مصلحة الأحوال المدنية، يجد بعض الزحمة، ولكن دائما هناك خطة. لم يجد صعوبة في استعطافهم. هذا شخص بايخ، فهو من يلحق سيارة الإسعاف لكي يهرب من الزحمة ورتل الأعراس. إنه يستغل أي شيء حتى يده لكي يصل إلى مراده، فهو بليد جدا. ما عساهم أن يفعلوا؟ لقد ضرب وهرب. هل يعقل أن تستخدم العجز لكي تتجاوز الطابور أمام الناس؟ يتظاهر بقطع يده ومن ثم فرى علينا وفيك. لو أطيح فيه بس لأضربه على رأسه. منذ صغره وهو يمارس الفري والصرصرة، وكل عملياته تنتهي بنجاح باهر. يعتقد الناس أنني أسرقهم أو أنصب عليهم، ولكن أنا فقط ألخبطهم بلسان وألعب على عاطفتهم لكي أحصل على ما أريد. هذه موهبة يا رجل، ولا يملكها أي أحد. في الجانب الغربي من البلدة، يستعد الاستغلالي لضرب ضحية أخرى. يستغل انشغاله بالخزان ويطلب منه مكالمة.
هذا ما كان متوقعا، لقد فرى عليه بكل سهولة، إنه وغد. أنا صاحب محل هواتف ودائما رصيدي كثير، ولكن طلب مني هذا الـSRS مكالمة، وبعد ذلك جاءتني رسالة بسحب المبلغ كاملا. يا ليته أخذ جنيه، الله لا تربح أبدا. بعد مرور سنوات ظهرت دعوات الناس فيه، لا زال هذا النموذج السيء ينتشر في مجتمعنا، فإذا واجهته أمامك فهذبه كثيرا لكي لا يفري عليك، فهو بارع حقاً.